السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم اخوكم امين. جيسبر كو فوز علي بيان. فيديو اليوم فيديو ماشي على رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن فيديو تحفيزي. اليوم نتكلموا على السعادة للاشخاص اللي راهم قاعدين في المنزل من شهر مارس كما حالتي انا. يا ديت عطلة بدون اجر من شهر ابريل الى يومنا هذا، راني قاعد مكونفيني في الدار باسكو انا بور موا ان فري كونفينمون يبدا بالشخص ديالي. خاف على صحتي قبل، خاف على الصحة تاع العائله ديالي، وكي جبت الضرر ليا جبت ضرر للعائله ديالي. مامي الا ما مرضوش هما ينضروا كي يشوفوني انا مريض. السوجي تاع اليوم كما قلت لكم السوجي كيفاش تكون سعيد ما في الكونفينمون هذا. الكونفينمون هذا سي با اون بونيسيون فينا رحنا بها ولا فيناتنا بها الدوله. الكونفينمون هذا كوم انا بور موا سي ان بوين بوزيتيف باسكو الوقت تاع الكونفينمون نقدروا نتعلموا فيه بزاف عفايس. باغ اكزومبل تعلموا لغه جديده، عندك الانترنت، عندك ان اورديناتور ولا ان تيليفون، مالك غير تدخل على يوتيوب وتكتب كيف اتعلم اللغه الفرنسيه للمبتدئين ولا اللغه الانجليزيه للمبتدئين ولا اي لغه راك حاب تتعلمها. ما تلقاش في اليوتيوب، تلقى سوغ انترنت دي كور غراتوي وين تقدر تتعلمهم. يعني كان حاجات البديهيه الاساسيه الاوليه في اللغه تتعلمها، ومن بعد دبر راسك كيفاش تكمل تتعلم. ونعرف انا بزاف عباد تعلموا لغات بلا ما تدخلوا المدرسه. انا قريتها في المدرسه بريفي وكاين قراو تعلموها في الدار بلا تيلي. حاجه واحده اخرى لو كونفينمون تاعنا، وعلاش قلت لكم سي ان بوين بوزيتيف، نقدروا نربيو روحنا نكونوا دي بيرسون ايجابيين ونديروا كلش في الوقت. كيفاش نديروا كلش في الوقت؟ اولا بالصالات، لازم نكونوا بونكتوال في الصاله تاعنا، والصاله تعلمنا ديجا لا بونكتواليتي، يأذن على بالنا قداش يأذن الدار، على بالنا قداش يأذن الناس، غير يدن باغ اكزومبل نوضو نصليو ونكملو الحاجة. تعلمنا صالة تاني ما نأخروش عمل الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الثانية، ولا عمل اليوم إلى الغد. تعلمنا نكونو ناجحين في حياتنا، في كل صالة مينيموم حسنة وكل حسنة مضروبة في عشرة. سعادة تاني تجي العباد الإيجابيين اللي تدور معهم. إذا عندك أصدقاء سلبيين أنا ننصحكم تبعدوا عليهم، هادوك يسون توكسيك. لافي ديالك وين يقول لك البلاد اللي ما متناش، ما كاين والو في هاد البلاد، ما قدروا نديروا والو، وني با اوبليجي نستناو الدولة اللي تعطينا ولا تبني لنا ولا دير لنا. حنا وحدنا نقدروا نديروا اشياء اللي والدينا اللي عندهم اون كونيسونس في الدنيا هادية وعندهم دي زيكسبيرونس اللي هما ما يقدروش يديرهم. مثلا حنا نعرفوا بزاف فايس بار انترنت، لازم تتعلموا كي ديروا حاجه تتقنوها تاني، ما تخدمش باش تخدم برك. الاتقان في العمل يخلي الناس يهضروا عليك وتكون عندك اون كليونتال لي تكبر مع الوقت. كاين ان يوتيوبر الجزائريان لي راهو بدا يبان، يدير دي فيديو على الرياضه لي اسمه وليد هوب. سي با دلا بوب لي راني نديرلو، لكن كنت تدخلو لاشين يوتيوب ديالو تشوفوا لي فيديو ديالو الاولين وكيفاش راهو يدير دوكا لي فيديو ديالو، تشوفوا بلي كاين تحسن ملحوظ وكبير بزاف لي فيديو ديالو الاولين. لي فيديو ديالو الاولين كان يديرهم بالتليفون وكان يقرا جور تلميذ تاع سنه خامسه ويقرا من الكتاب، ولكن دوكا لي فيديو ديالو سي دي فيديو بروفيسيونال، يهضر جور منشط في التلفازه الجزائريه. يعني يعجبوني لي فيديو ديالو نتبعهم و جلون كوراج يكمل. عندي هاد الانسان انسان ناجح والسعاده ديالو
تكمل في الفيديوهات اللي راهو يديرهم، باسكو راهو يدير حاجة اللي يحبها. جيسبر كو راهو يربح او موان دراهم من لي فيديو ديالو يوتيوب. سعادة تاني في الحياة هادي كي تخرج وتعاون الناس. تعاون الناس فوبليجي تعاونهم بالدراهم، تقدر تعاونهم بوقتك برك. باغ اكزومبل تدخل في مجموعة خيرية، باغ اكزومبل دي زاد فولونتير هادي كل جمعة يخرجوا يمدوا الماكلة لي زاستياف، باسكو لا بليبار لي داخلين في المجموعة قاع خدامين، لكن كل جمعة في الليل يخرجوا يوكلوا لي زاستياف، وعندهم دي زيفانمون تاني لي يخدموا عليهم. لو ديرنيي لي يخدموا عليه دي زاد فولونتير مع دي زاد الخير باغ اكزومبل، شراو دي كارطابل ومدهم للمحتاجين. انت كي تعاون بوقتك سبو بليجي تروح تشري كورطابل ولا تشري كاي ولا تشري ستيلو، نقولو ما عندكش، تدخل مع المجموعة هادي وتروح تعاونهم يمدو هاد لي كارطابل باغ اكزومبل. سي ان جاست لي يعطيك هذيك السعادة الداخلية كي تعاون لي يكون اقل منك نتايا، باسكو في الدنيا هادي باش تكون سعيد لازم تشوف دايما اللي تحتك وما تشوفش اللي يكون فوقك. في الدنيا ما لازمش تكومباري حياتك مع حياة واحد اخر. تقول الانسان هذا الفلاني عنده بار اكزومبل عنده سيارة، عنده عمل، عنده منزل، عنده زوجة، عنده اطفال، انا ما عنديش، وعلاش ما تشوفوش فيا، وعلاش هكذا وعلاش هكذا. اون سانشون بلي هذاك العبد اللي راك تكومباري حياتك بحياته هو اصلا يكون راهو حاسدك في حاجه اللي هو ما عندوش. لازم دائما تمد اجمل صوره ليك انت ولاخلاقك وصوره لعائلتك بنفسك، ما تكومباريهاش بإنسان واحد آخر بأخلاقه بفاميلته بعائلته. فوالا، كانت هاد الفيديو خفيف ظريف، كنت حابب نبارطاجيها معاكم باسكو شفت بلي بزاف الناس مساكن بداو يدبرسو في هاد لابيريود تاع لو كونفينمون. كنت حابب نساعدكم، نطلع لكم شوية المورال، نوريكم بلي نقدر نكونو وناس سعاد من في الكونفينمون هذا رغم الى ما ناش خدامين. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوناش في البارطاج في لي جيم وفي لي كومونتير. الى كنتو جدد ابوني وزكيو صحابكم يابونيو معاكم. قبل ما ننساو صليو على الرسول، سلام.